تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم 94 بعد المئة على التوالي، وسط استمرار لجرائم القتل والمجازر بالقطاع، حيث شنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على أحياء الشجاعية والزيتون والصبرة بمدينة غزة، كما استهدفت الغارات مخيم النصيرات بوسط القطاع، واستهدف أيضا مخيما للاجئين بمدينة رفح جنوب القطاع. هذا وتوغلت قوات الاحتلال شرق مدينة دير البلح وشرعت بأعمال تجريف، بينما انسحبت آليات الاحتلال صباح اليوم من بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة بعد توغل دام أكثر من 36 ساعة ومحاصرة مدارس تأويم نازحين واعتقلت عددا منهم. دارمين انكسرت يا اختي دارمين.